اليوم في مدينة العنقور والمجر ومدينة العنقور الثانية هناك مشاكل حقيقية لأزمة المياه نتيجة شحة المياه بسبب انخفاض بحيرة الحبانية. بحيرة الحبانية خارج عن الخدمة حرفيا، المياه الموجودة فيها مياه ميتة، جودة ونوعية المياه سيئة للغاية. حسب التحاليل المختبرية التي أجريناها نسب التلوث 6 أضعاف النسب الطبيعية، بالتالي تضرر أكثر من 13,000 نسمة بهذا التضرر نتيجة بهذه الأزمة. وجود أكثر من 1500 طفل يعانون من أمراض جلدية تتطلب تدخل عاجل للجانب الصحي. أيضا تضررت سبل العيش واعتماد هؤلاء الناس على بحيرة الحبانية كمصدر للرزق، فتأثر التأثير اجتماعي واقتصادي وأيضا تأثير صحي. المشاكل البيئية هنا جدا عالية، رائحة الماء جدا كريهة، لون المياه مائل إلى الاحمرار نتيجة الأملاح العالية، نتيجة وجود أيضا هذه البكتيريا التي تدل على أن المياه سيئة للغاية. سببت هذه المياه الكثير من الأمراض، الأمراض الجلدية، الحساسية، الأمراض المعوية، مثل ما قلنا التهابات الكلى. وهذه المشاكل حرفيا يعني يجب أن تتدخل فيها الدولة بشكل حقيقي، يجب أن تكون هناك حلول جذرية لهذه المشاكل، والأفضل أن يكون هناك مد أنبوب ناقل للمياه الصالحة للشرب والمياه نقية من أقرب مدينة كمدينة السياحية إلى منطقة المجار أو مناطق الطاش إلى مناطق العنقور الأولى والثانية. هذه المشاكل تتطلب حلول جذرية. بصراحة الحلول الترقيعية لا تنفع مع هكذا مشاكل حقيقية. اليوم الخطر يداهم هذه المناطق، لكن الخطر الحقيقي بانخفاض منسوب الإيرادات المائية، بانخفاض مستوى الحرج للمياه، بانخفاض الخزين المائي، ستدخل مناطق أخرى ومدن أخرى هذه الأزمة. احنا كأهالي منطقة المجار والعنقور، احنا منطقة المجار حاليا، احنا بمنطقة المجار نعاني من مو بس شحة المياه، المياه خرجت عن السيطرة. يعني قبل فترة كنا نقدر نستخدمها لاستخدام للسبح او للطبخ او للغسيل، حاليا المي ما يستخدم حتى لاستخدام غير صالح للاستخدام البشري فرد نوم. يعني المي رائحته صارت تقتل فد مرة، عندنا امراض، عندنا اطفال صارت يعني حالات تسمم عندهم، امراض جرثومة المعدة، أمراض يعني صارت بالآونة الأخيرة كلش يعني مزري حالة المنطقة. والحل الجذري لهذه المنطقة، الحلول الترقيعية أكو حلول ترقيعية بس ما فادت، لأن المي نفسي تأصبح غير صالح للاستخدام البشري. أكو حلول، المدينة السياحية تقريبا تبعد 12 كيلو عن قرية المجر، نقدر بالنسبة للمدينة السياحية واصلها مي من الفلوجة، نقدر نسحب إذا 12 كيلو يوصلونا أنابيب من المدينة السياحية لمنطقتنا، نقدر نقضي على هاي المشكلة حاليا. المنطقة المجر، جسر المجر مال حبانية، واقفين من غلة المي، الله وكلك مي مر، وحتى أمراض صار عندنا بأولادنا، مرض المي مالح وماكو ما نحصله، يا ريت ما نحصله، وعيب عليهم. احنا بنص حبانية وما نشبع مي، لا احنا ولا عوائلنا. وين الحكومة؟ وين المسؤولين؟ وين الناس الطيبين؟ وين الشرفاء؟ ما ظل أخيرة يعون طلب العراق ولا شرف. الطحينات تركناهن، الخبزات تركناهن، الشكرات تركناهن، النوب على الميات لحقونا على المي، ما يستحون ما يخجلون. يا أخواني إذا أكو غيرة افزعوا للعرب، كل منطقة بيها تقريبا 60 مليون بشر، يعني ما ترهم إيشانة أو فطسنا من العطش الله ما يقبل بيها. حرام عليكم يا أخوان، ساعدونا، ساعدوا شعبكم، ترى الحكومة ما تصير بدون شعب، إذا ما شعب وياها ترى ماكو حكومة، ما تصير حكومة وياها، لا حد يفزع لها ولا حد يقوم وياها. يا أخواني والله عيب، يا أخواني والله عيب، يعني الموت من العطش إحنا هنا، والله عيب عليكم يا أخوان. ننخى الله ننخى الطيبين شوية، فلحقونا مي، المشروع وقف، مشروع صار مية ملح، بعد ملاحظ رسالة تصل يصلها مي ولا احنا يجينا مي. مثلا صار عندنا مريض، ما وين نوديه؟ ننقله لو الفلوجة لو الرمادي، ما عندنا لا مستشفي لا يعني ماكو اي خدمات، ما عندنا. واحنا نشكر قناتكم، نشكركم على يوم المي. شلون والله المي مو زين، ما عندنا مي، احنا مي ما عندنا، مي جف وما عندنا. اسال عندنا حفر الابار، والابار هم ما طلع بيه المي، ما طلع بيه المي. مدرسة ماكو، مستوصف
مستوصف موجود بس ما بي كادر، ما بي اثنين يجون خطيه يجون الساعه بثمانية ويرجعون ب 12 بس ماكو يعني دكاتره صعب علاجات ماكو. مي جاء فردنا جاء فردهم المي وماكو اي معانه فردنا وجهها نصها تمرضت اللي صار بها حصبه اللي صار زنتريه عندنا تفاصيل هجاري صار به زنتري من ورا المي هذا ماكو يعني اي معانه. وجبات ماكو طحين ماكو شكر ماكو كهرباء هسه مستغله كهرباء زين اشوه شغله يعني شو السالفه بخاصه بهاي المنطقه المجر منتهيه واقعه من دون المحافظات من دون المدن المجره واقع. ما عدنا عتب احنا على الموارد المائيه في محافظه الانبار، شنو اللي قدمته بهاي الكارثه اللي صارت؟ يعني المفروض تدابير قبل وقوع الكارثه، تدابير يتدابرون مثل اليوم. احنا صارت عده هجمات علينا، دبرنا انفسنا الشايب والشباب واللي شو اسمه كل مشالد فكتوا وهيئنا انفسنا. هم غير الموارد المائيه يهيئون انفسهم، يدرون البلد حال بكارثه وجفاف والدول معاناه الماء، ماكو اي تدابير. يعني نريد احنا نريد حل جذري لهاي منطقتنا، صار سنين هي اللي تعاني من هذا الشيء اللي صار بي. مزعنا من المناشدات، نعاني ما نعاني، لا صحه لا مي، يعني لا كهرباء مو زينه، متبهذلين بهذله. الناشد رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، المحافظ، قيم مقام يشوفون لنا صوره حل. اتجهوا على العنقور، كيف نشق ثيابنا يا عمي؟ ما يصير هذا الحكي. هلا هلا بينا واحنا يعني شنو احنا وين نروح؟ من المنطقه ويجون ما يجون عنا، يجون على العنقور. احنا هم مجار وكبير وبال 1500 بيت مو شويه. نريد عونتكم يعني ويانا. يعني بس مركز صحي وما بي علاج، حب راسنا بتروح ما نلقى. يعني حب الراس ما بي. يابا ليش؟ والله ماكو. وهاي الامراض الجلديه خو حدث ولا حرج. حساسيه ما شو اسمه الدكاتره ماكو علاج ماكو. فمنطقة مهجورة. الثروة السمكية انقطعت من سبب المي. المي قالوا ان هم الحكومة تقول خرجت عن المنطقة، حبانا خرجت عن الخدمة. زين احنا وين نروح اذا خرجت؟ لا مينا زين، لا كهرباتنا زينة، لا الوضع الصحي مو زين. احنا كمنطقة وقرية المجر نمر بأزمة الماء ونطالب بالصحة والمسؤولين بإيصال المياه إلى منطقة المجر. ونطالب ان من مدينه السياحيه ان يمدونا يعني بوري الى منطقه المجر وشكرا. والله استاذ هاي منطقه العنقور الاولى وهذيك منطقه العنقور الثانيه وكلها مي ماكو، جفاف، لا رساله لا مي لا يعني شيء، يعني حيل تعبانه والامور مو هي يعني شو اسولف لك؟ ما اقدر يعني هسه انا ما اقدر اسولف لك كل الحكي، يعني ما اقدر اسولف لك اياه. حيل امراض والناس تتهجر، يعني تقول لك وين نروح احنا؟ وين نظل هنا؟ احنا عراقيين عراقيين، يعني احنا عراقيين وين نروح؟ يعني ماي تعبان وصيخ وماكو ها ما ظل، وناس جات تنقل بالسيارات وبالكيات وناس ما عندها وناس ما عندها سيارة، ما عنده ما يقدر يجيب مي، يعني يقول لك احنا وين نروح؟ والله عايشين الناس تجيب لنا نوبات بالكيات لو بطالة لو شيء كان بالابطال. الناس الخيرين مثلكم مثل قناتكم المقهرايه هي جايه تقول للناس جبنا مي، ولا ما المي ما الرساله ماكو، مي غسائل ماكو، يعني كل هاي نشكي لكم الحال. المي حيل شغلته كل شيء ورا المي، يعني ما بي مجال كل هذيك التعالج اللي شغلت المي. يعني احنا نطالب الحكومه العراقيه تيجي على هالمنطقه تشوفها، شوف لها صوره حل. منطقه هاي عايشه على السمكات، كانت بيها مي وعايشه على السمكات، هسه مي ماكو، سبوبه عيشه ماكو، مي ما ظل. المي هسه انا اللي يسبح بيه ثاني يطلع جرب ويطلع حب بجسمه. مي وسخ، مي مالح بصوره يعني شو اقول لك؟ روح انظر على العوالج جوا شوف شنو بسومتهم، جرب وحاب اشكال بسومتهم طلع. سبوبه عيشه ماكو، عايشين على السمكات. على الله ثم على السمكات. مي ما ظل، ما بقى مي. ونداع الحكومة العراقية تيجي تشوف لهاي الناس التأذت اللي سمتها طلع بيها حاب طلع بيها جراب، يعني يقول لك على ناس راح نتهجر، نعوف بيوتنا ونتهجر ونشوف لنا منطقة بيها ميات نظاف. يعني الميات هسه أنا أصلا ما يقدر يجيبون لنا ميات. نحن أهل منطقة العنقور نعاني من شحة المياه، انخفاض المياه والمي، يعني فد مرة صار منسوب نزل مال البحيرة
نداء الناشد للحكومه العراقيه ان يشوفون صوره حال بايب مي، لان المي هنا عندنا كلش تعبان. يعني هسه تروح تصور انت شوف فاق الحال مال البحيره مالتنا نزلت فد مره بقت نقعه وحتى جرب صار بالعالم. فنطالب من الحكومه العراقيه ان يشوفون صوره حل بشغله المي ومدارس تعبانه، عندك الكهرباء فد مره وضعيتها تعبانه، مركز صحي ماكو، كادر طبي ماكو. يعني نطالب يقول نظر على هاي المنطقه تعبانه كلش، عوائلها بدات تتهجر. يعني شيك يعني انت تروح تصور وتشوف بعينك شيء معاناه تعبانه كلش المنطقه، واحنا حوالي 10,000 نسمه. احنا لا مركز صحي عندنا هنا، كهرباء مالتنا من السبعينات، يعني هسه عرض هويه تنقطع الكهرباء عندنا ماكو، بلديه ما عندنا، مي ماكو، ما عاد احنا تابعين للخالديه، ما شفنا حد من الخالديه، ما سوتنا كل شيء لا مستوصيف لا سوون يعني كهرباء، كهرباتنا من السبعينات، يعني تيول جاي توقع، سلاك جاي تقطع، بس جاي نشوف تصوير، يجون اللجان وتصوير وتنقلب الدين نقول راح نختنا، بس العنقور صار وبعد ما نشوف شيء، بس الصور ما جاي نشوف شيء. صحيح تجينا لجان بس ماكو، هاي البلديه دحك هسه افتر صور، ماكو لا بلديه لا كهرباء عندنا لا مي عندنا، يعني مو بس الميات، احنا يعني ضايع العنقور ضايع، وهي الناس عايشه على السمشات، سمش ماكو على الميات، مو مال يعني المي الشرب مال درز المي، احنا المي مو بحاله مال يعني شغل درز المي وكذا، يعني شلون نريد مي للبحيره، هي ناس لا راتب شيء عيشتها على السمشات. نطالب مياه بوري من الورار من الفلوجه، قالوا لكم فرع بالمال الرحاليه هنا تنصب يمنه، قالوا لكم فرع، بس احنا نطالب ببوري من المحافظه من الفلوجه، ما نعرف نريد مي، لان مينا منتهي، يعني اوساخ امراض، ماكو مي. هسه الاساله يعني بعد صار المي من الماطور مالها الى المي يمكن مسافه كيلو، حفرنا بالحفارات وردنا جانا مي بس عسى ما جه، مو مي لا تقدر تغسل بيه ولا تقدر، يعني مي بريحتنا. احنا سماكه من منطقه العنقور، وهذا المي يعني فرد نوم خلانا نتمرض، يعني صارت بينا حكه، يعني فرد نوم تمرضنا، ما يفيدنا من هنا، يعني يجرونا من مشرد، يفيدنا من مغرب الحال، يعني منطقه الرطبه ايش بعدها؟ مو 400 كيلو جروا لها مي، واحنا ما جروا لنا، يعني احنا مو منطقه مو عراقيين، والرحاليه 200 كيلو وجروا لها، يعني احنا واحد احنا نطالب الحكومه ان تجر لنا مي من الفلوجه اما من الرمادي، وهذا الحل اللي نريده. احنا بالبدايه نشكر الساده الاعلاميين، انا كانت اكو زياره يوم امس من قبل مستشار رئيس الوزراء، فتم الاتفاق على انشاء خط ناقل الى قريه العنقور، واليوم تم رفع تقرير الى السيد رئيس الوزراء، واكو حاليا حلول بالتناكر والابار، بس الوضع مو منتهي، يعني بعد الازمه مستمره. الخدمات احنا بالنسبه لنا كخدمات، احنا اهم شيء هو المي سر الحياه، فالمي حاليا متوقف،
هاي الاساله متوقفه. بس اكو مثل ما قلت لك اكو يعني حلول بالتناكر، اكو منظمات مجتمع مدني، بس ماكو يعني توفي بالغرض، بس كعلاج اكثر ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقه العنقور منطقه تعاني من هوايه مشاكل خدميه وصحيه. المشكله الجذريه والمشكله اللي يعاني من عندها الناس انخفاض منسوب الحبانيه اللي ادى الى كارثه انسانيه وعدم وصول الماء الى مناطق العنقور والمجر. حاليا منطقه العنقور خرجت عن الخدمه من حيث يعني ماء الاساله اللي يوصل لهم. حاليا عايشين على موضوع ينقلون بتناكر ويشترون الماء من الحبانيه او من غيرها، او حتى المنظمات او الفرق التطوعيه اللي توصل الماء الصالح للشرب والتناكر. بس هذا يبقى مو حل. حتى الابار اللي ممكن راح تنحفر هي هذا مو حل. لحد الان وصلوا اكثر من 100 متر وما لقوا ماء صالح للشرب. فبالتالي المشكله تحتاج حل جذري. الحلول الترقيعيه ما بها فائده ولا بها اي نتيجه. الحل الجذري ومطالبه الاهالي بايصال انبوب ماء من الرمادي او من الحبانيه او من المدينه السياحيه تحديدا او حتى من الفلوجه. هذا اذا ارادوا يحلون الموضوع بحل جذري. المنطقة بنفس الوقت تعاني من خدمات هواية، من قلة خدمات هواية. الكهرباء هنا كلش ضعيفة لأن ارتفاع عدد السكان دي يزداد يوم بعد يوم، والنسبة اللي توصلهم نسبة كلش قليلة، فتؤدي إلى ضعف كبير بالكهرباء. مركز صحي موجود، مركز كرفاني متآهل ويعني وغير صالح أصلا. فبالتالي المناشدات اللي من أهالي مناطق العنقور مناشدات كلش كبيرة، الحالات الإنسانية كلش هواية، حالات الأمراض اللي صارت بسبب تلوث المياه كل شواية، وماكو تدخل من دائرة الصحة أو من كل الكوادر المعنية بهاي الأوامر. فبالتالي نتمنى أنه تصير وقفة جادة ويا أهالي العنقور المجر حتى يحلون هذا الموضوع بشكل جذري. احنا عندنا هنا بالعنقور المشكلة أنه مشكلة المياه غطت على باقي المشاكل كلها، بينما هي اكو مشاكل اخرى. يعني مثلا هسه انا عندنا ازمه صحيه مثل ما ذكروا الشباب وذكروا الاخوان اللي صورنا قبل شوي، شفنا انه موضوع الصحه ليش عندنا امراض موجوده هنا بالمنطقه، مركز صحي ما موجود بها المنطقه. يعني المريض من نايت عنا لازم لول المستشفى بالرمادي لول الفلوجه، اذا حاله ولاده راحت بهاي المسافه اللي هي اكثر من 20 كيلو الى 25 كيلو للرمادي، هاي الحاله المرضيه ايش راح يصير من حاله ولاده من غيرها امراض. فايضا عندك هنا يعني ناس عطاله، ليش؟ لان عندك عمل الناس وقف بسبب خروج بحيره الحبانيه او قله المياه، لان يعني كانوا يعتمدون على شنو؟ على صيد الاسماك. ايضا عندنا خريجين في هاي المناطق خريجين عطاله بطاله، لان يعني كان المفروض انه الدوله تهتم بهم وتوفرهم فرص عمل. يعني لو كان اكو مركز صحي اكو اي 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 عمل هنا كانت يستفادون شباب هاي المنطقه من 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 يعني يفيدون نفسهم ويفيدون مناطقهم. ليش؟ لان هم خريجين مستحقين لهاي الفرص العمل. فالموضوع المياه غطى على باقي المشاكل، لكن المشاكل الباقيه هي موجوده. ازمه صحيه، ازمه انسانيه، ازمه عمل، لان الناس كانت تعتمد مثل ما قلنا اساسا على صيد الاسماك. زين بحيره الحبانيه ما بقت، زين هاي الناس شلون راح تعمل؟ شلون راح تشتغل؟ منين راح تجيب؟ شو راح توفر لقمه عيش الابناء الاطفال؟ فاللي يريد انه من الحكومه المحليه، من الحكومه المركزيه، من السيد المحافظ رئيس الوزراء انه تشكل خليه ازمه بمنطقه العنقور حتى تواكب الحدث عن قرب عن كثب. لان عندنا امراض ظهرت هسه انا في منطقه العنقور، امراض الحصب، امراض الجلديه، غيرها امراض الجرب. فاللي نريده ونطلبه من الجهات المعنيه، من الجهات الحكوميه، انه يعني تاخذ الامر على محمل الجد. يعني هي نعرف انه موضوع المياه غطى على كل مشاكل، ليش؟ لان الناس قامت هسه تيد مي، لكن مو معناها انه نهمل الجانب الباقي الجوانب الصحيه غيرها. لا، العمل الشباب هاي المناطق، هاي الشباب شو راح تشتغل؟ منين راح تجيب؟ شو راح توفر لقمه عيش لابنائها؟ منطقة أكثر من 10,000 نسمة لحد الآن بلا حلول جذرية. اللي يريد أنه توجد حلول جذرية حتى نخرج هاي الناس من هاي الأزمة. بالبداية نشكر موقفكم ويانا ووصولكم هنا على هاي منطقتنا النائية البعيدة، وإحنا أنتم كما شفتم بعيونكم هاي البحيرة ما راحت، ما ظل عندنا مي. إحنا شغلنا على الله وعلى هالسمكات، فاحنا هسه عنا الشغل تركناه عفناه، ما عاد نريد لا من عندها، ما نريد لا سمكات ولا شيء. بس صارت عندنا اكثر من 3 حالات 4، ويمكن باقي الشباب شافوهم امراض جلديه صارت عندنا هنا بالمنطقه من سبب هذا المي، لانه ريحته ما فرد نوب مشكله.
وصارت عندنا امراض جلديه، هاي منتهي من عند هاي وحده. ثاني شيء الناس اللي جاي يجون وجاي يصورون وجاي تنغل الاصوات، جزاهم الله خير، هم ما جاي يغصرون، جاي يجينا مي شرب، نشرب مي شرب من التحليه. احنا صحيح محتاجين مي شرب، بس ما محتاجين بقد ما محتاجين مي البحيره. مي شرب تقدر تشتري لك يوميه دبتين ثلاثه تشربهن انت وجهالك، بس التانك مالك اذا فارغ شلون راح تسوي بهالحاله؟ هذا مو حل. جزاهم الله خير وعلى رؤوسنا جاي يجيبونا بطاله مي ودباب مي، هذا مو منكور، ما قصروا جزاهم الله خير، بس احنا مشكلتنا مو مي الشرب. احنا صارنا يمكن 3 سنين لو 4 نشتري مي شرب، ما حكينا ما قلنا مو مشكله مي الشرب، شيك دبتين ثلاثه مو مشكله، بس المشكله من يخلص تانكيك وما عندك لا المبرده لا تقدر تسبح. هذا ماينا صار اكثر من 3 اشهر احنا معاسنينه، صابونه ما تيضوي الله شاهد، بالزاهيات جاي نغسل هدومنا ونغسل ايدينا وما حكينا ما قلنا. بس هسه عينا ما ظل بيها مجال لا زاهيات ولا غيرهن ولا غيرهن، خلاص نشف ما ظل بيه، خلاص ما عاد يدير. وهذا ان الابار احنا ما ننكر موقفهم وجيتهم عينه، بس البير ميه راح يطلع مثل مياتنا، هم ما يفيدنا، هم البير ميه مالح. فاذا طلع مي البير وقال من حله الازمه وصار عندنا مي مال بير وراحت الناس وظلينا احنا نعاني من ميات البير هم مالحات، هم مشكله نرد النوب نقوم نعاني وتطلع الناس على الاعلام وتشقق بهدومها، مشكله. احنا نريد شيء من هالمكان ينتهي، نريد بوري من الرمادي. الرمادي 35 كيلو اما من الطاش 20 كيلو واصل المي للطاش، يسحبونا من الطاش لهنا يجينا المي. هاي تنحل مشكلتنا، ما نريد منهم لا مي يجيبونا درازن ودباب جزاهم الله خير، ولا اريد دناكر. الدناكر الله يشهد انا من الناس اللي محاكيك، صار لهم يمكن اكثر من 15 يوم يجين جاي، والله العظيم لحد الان انا ما تارس منه الا قاطره، لان شنو تروح علي تلقى الناس علي هيك تلقى الناس علي، خلف الله عليهم اكو جماعه هنا قاموا يبيعون مي، تروح تشتري تانك ب5000 وتخليه لك ولجهالك. فاحنا ما نعاني من مي الشريب، نعاني من مي الغسيل، هل نغسل بيه نسبح ونغسل هدومنا؟ هو اي هذا اللي نريده احنا، والحل ماله مو صعب. اي هذا الطاش ما يبعد 20 كيلو. اذا اكو ناس صحيح تيجي تشتغل ويانا وتيجي تعاوننا يجيبونا بوري فقط، خلاص هاي ازمه المي. اما ازمه الازمه الصحيه، اكو ازمه صحيه، اكو ازمه صارت اكثر من 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 حالتين ولاده، واحده توفت قبل لا تصل المستشفى، مره توفت قبل لا تصل المستشفى باكو، لان الطريق بعيد. احنا منطقه العنقور يعني منطقه ما محسوبه يعني كان محافظه او قضاء، منطقه مهموله من كل شيء، من بلديه، من مركز صحي، منطقه هلكانه. انا بالحاني قبل 10 ايام صارت عندي حاله وفاه بالطريق، بين الجيران هذولا طلعت بيها بالطريق توفت، ما لحقت اوصل المستشفى، مستشفى 45 كيلو وعندي طريق منها 16 كيلو. يقدر يعني المحافظ ما قدر يسوي لنا اياه؟ يعني صعبه على الحكومه؟ اذا محسوبين للحكومه والقضاء يشوفون حالنا، ينظرون يعني ينظرون نظره ابويه لنا. منطقه هلكانه، تعبانه، عمل ماكو، كهرباء يعني مداور ما يداور، مبرده ما تداور عندنا نهائيا صفر. اللي عنده امكانيه يجيب محوله يقدر يعيش، ما عنده ما يقدر يعيش، تعبانين نهائيا. ناحيه المي ما يخدينا بس منا الرمادي، بس كفلوجه كمن حبانه يقول لك نهائيا هذا شيء مو صحيح. هاي الابيار يحفرون بيها دحق لها وكادرها موجود كله فاشل فاشل، ما يخدمنا هذا. وجزاكم الله خير. كنا نشتغل سماكه والعالم هاي البحيره خرجت، وهاي صارت العالم كلها عطاله بطاله، لا شغل ولا عمل، عرفت مني؟ فاحنا هسه صارت معاناة المعيشة بعد أكثر من معاناة المي، أكثر. يعني الحمد لله أنا عندي هاي سويورة وعندي ولاد 2 أروح بيها، بس هسه العامل اللي ما عنده ما يقدر يوصل للرمادي، لأن يحتاج له 25,000، وهو ما يشتغل 25,000، يعني ما يسد الكرو. فاحنا إذا بيها مجال، هاي الشباب تحتاج عمل، والحكومة إذا هي قادرة على أنه هاي المناطق اللي داير ما يدورنا كلها أبنائها من المنتسبين وعدها وظائف، يعني من الجنب، يعني من الطاش ومن المجر. فإحنا هاي الناس
يا ريت انه تكون لها فرصه عمل من خلال هاي المصافي مثلا تشغل من قبل الدوله ويعين بها شن فرد. هذا امر. الامر الثاني، هاي القريه هي صار لها 100 عام، يعني عمرها ورثناها اجداد اجدادنا هي بيها. احنا هسه صعب علينا اليوم بسبب مشكله المي نهجرها، لان يعني اقل عائله عندنا مو اقل من 20 نفر. يعني اذا نروح نسكن المدينه البيت بها 200 متر، اذا صفط عيالك الصفط مثل البيض ما تكفيهم ال 200 متر. زين، فالحال اللي احنا بيه هذا راح نضطر الى ترك الديره. نضطر واحنا بحدود ال 5000 وما يزود عن ال 5000 نفر. زين يا الحبيب، فهذا شيء صعب علينا. اولا لانه اعداد العوائل اللي احنا نتكون منها عاليه. ثانيا البطاله اذتنا، هاي كلها بسبب البحيره ونزول البحيره. ليش؟ لانه احنا كنا سادين حامنا، نصيد الاسمكات ونشتري لنا طماطات، وتاريخنا هو هذا من صرنا. اذا تروح على بيوتنا هسه تلقى سياجاتنا اللي بالناس بسطاء من الطين، تلقاها ناس بسطاء وما طالبنا الدوله فيما مضى من العمر. بهاي المئة عام ما صار عندنا اي مطالبه. بال 2012 جانا هذا المشروع مال المي اللي هو الاساله، وكنا قبلها نملي الله اجلكم الله على الحيوانات وعادي. بس اليوم ما ظل من قاع المي، حتى الموجودات النآسنات غير صالحات للشرب. شر السمكيه راحت انغرضت. Yeah.